من أسئلة الكتاب شابتر 12 بروبلم 21 Expensive amplifier A is rated at 220 watt while the more modest amplifier B is rated at 45 watt. في البارت A estimate the sound level in decibels. You would expect at a point 3.5 meters from a loud speaker connected internally to each amplifier. يبقى عندنا الباور نقسم على الاريا اللي هي 4 باي 3.5 سكوير، يدينا الانتنسيتي نحسب منها الساوند ليفل فور ايتش امبليفاير. بعدين نقرا البارت بي. الباور او نقول الانتنسيتي ايكوالز الباور تقسيم الاريا، يعني الباور تقسيم 4 باي ار سكوير. الاي 1 هتساوي 220 تقسيم 4 باي والار 3.5 سكوير، يديني بالآلة 1.43 وات بير متر سكوير. كده نقدر نحسب الساوند ليفل اللي هو 10 لوج اي 1 تقسيم اي نوت، يعني هيساوي 10 لوج 1.43 تقسيم 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 12 بالآلة 121.6 122 decibels. ده for first amplifier. For second amplifier نقول هنا البيتا 1، دلوقتي هقول الاي 2 equals بدل 220 45 تقسيم 4 باي 3.5 سكوير، ده يديني 45 تقسيم 4 باي وتقسيم 3.5 سكوير، اداني رقم اصغر كتير 0.292 وات بير متر سكوير. اذا الساوند ليفل 2 اللي هو 10 لوج اي 2 تقسيم اي نوت، ده هيساوي 10 لوج 0.292 تقسيم 1 تايمز 10 تو ذا باور نيجاتيف 12. يبقى هقسم وناخد اللوج ونضرب في 10، 114.7 يعني almost 115 decibels. ده البارت A. في البارت B بيسألني will the expensive amplifier اللي هو 220 watt sound twice as loud as the cheaper one. هل الساوند ليفل توايس؟ طبعا لا، 122 115. البارت بي نقول البيتا 1 تقسيم البيتا 2 equals 122 تقسيم 115 equals 1.06 times، يعني البيتا 1 is 1.06 times of بيتا 2 وبالتالي not twice.